شاء والله نتمنى يعني انه الناس تشجع الكوره الناس ما تياس انه نحن مقبلين بكره انه منتخبنا الكبير لاعب مع يوغندا برضه الناس تقف خلفه ونحن برضه نلاقي في اول مواجهتنا نلاقي يوغندا يعني الناس ما تياس يعني رغم الامكانات اليوغنديه لكن الروح المعنيه ولازم الاصرار اننا ممكن نفعل اشياء كثيره وممكن نمشي ابعد من ذلك يعني نتمنى التوفيق الناس تقف خلف منتخباتنا وان شاء الله ربنا يوفق وفي النجاح وما التوفيق الا من الله ان شاء الله.